مشكلة عندي أختي واد كقد تخويني، أنا كل شهر صار دخلت أرميني في ريدين. مشكلة عندي أختي أنا خدام تدير الشطابة وعندي وليدات من 48 وعمري تحب كان يزروا يسحب شميهم ويدروا لي باشينا في ريدين أختي ويداونوا معهم ويلا حرتي تاونوا معهم. وقديم معهم أختي 2001 وأنا معهم الشطابة 30 درهم 40 درهم نهار 50 درهم كنا نرزقهم كاي بحال الحد وجماعة تتوفي أول تكونوا تسدين تخدموا أنا صنع تخدموا شنار كلهم. والله يا ما عارفه كل شيء كل شيء عارفه كنت تشوف كل شيء بعيني لا من هذي أختي شحال خطرة قلت أنا ديك اللي ما دش على دي شي ثلاث مرات تقول قلت من عندكم ثلاث شهور تخويولي سمعت ما قلت ولا أو دش صوتين خلاطي قلت تخويولي كل مرة مرة تبدو فيني قلت تخويولي ديما كل شهر شهر خلاص 40 أبيرة سميتهم المنطقة تخويلي داري وأنا ما عديش فين بشي وسميتو وانا كنخلصوها في كراها الشهر شنطه في كراها الموت ضو جاني غالي 40000 ريال بزاف عليا وسميتو دابا انا بغيت المحسنين يعاونوني في المحل وراجلي مسكين راه حاله ضعيفه راه يدو راه راقد عليه وراه عجله راه راقد عليه وراه اصحاب الجمعيه هما اللي داروا لي السكانير وحط طبيب مسكين تا والله يجازي بخير هو اللي دوز لي فابور وتخرجنا على الدراري قالت بحال ولاد القباح فهمتش انا لقاتني درويشه ما كنقول لها والو ما نقدني كنخليها هي تهضر تسكت وتدخل تسد بها بين تدخل قلت لي شهر 11 هذا الشهر اللي دخل قلت لي دخل لي محل انا كنطلب من المحسنين يعاونوني في الساكن ما عندناش فين نمشيو والله ما عندنا فين نمشيو انا خرجتنا من هنا نمشيو للزنقه